كم من أسبوع بنحكي عن البذور البلدية وعن الشغل وفي الزراعة البعلية، وكمان هذيك المرة شو اسمه وإحنا في النقاش السبت الماضي سأل شخص مش متذكر مين هو، واحد أجنبي، عن شو اسمه، عن إنه هل في تعاونيات في فلسطين وكيف التعاونيات عن جد هل هم عندهم أثر أو لا. وأنا أول فكرة خطرت لي أو هي كانت تعاونية دير بلوط، لأنه النساء في دير بلوط عن جد شغلهم كتير منظم وكتير رائع وخبرتهم كتير مميزة في فلسطين. فحبيت إنه نكون اليوم مع أم حكمت، لأنه أم حكمت كمان هي يعني نموذج كتير رائع كمان لكيف الأشياء اللي بنحكي عنها بطريقة نظرية بس هي في الواقع بتطبقها في أرض الواقع. فحبيت إنه تتعرفوا عليها أكثر وإنه نحكي معها اليوم، هي ممكن تحكي لنا كثير عن خبرتها. الزراعة اللي عنا إحنا من موسم الخضرة كثير عنا، البذور اللي عنا هي الأصل ما بنغيرهاش، يعني إحنا من نفسها بننشفها وبنضبها، كل واحد بضب اللي إله وبزرع، نعمل كميات. في ناس بيجوا بيشتروا من برا، بس أجانا معلومة قبل أسبوع وجانا تحذير إنه تاخدوش من ناس دايرين بلموا في بذور وبعطوا في بذور، يعني كجمعيات بوزعوا بذور وباخدوا بذور، فإنه بيعملوا البذور التلقيح ومشغلات زي هيك وبدوا عشان كيماويات ما بدهم مش فبقولوا. يعني أجاني أنا بالنسبة لي لأن عضو أنا جمعية تعاونية زراعية، وديري بالك إنه ما تحافظي على البذور تبعتك، ديري بالكم عليها لأنه نادر تلاقي منها هاي الإشي هذا، لأنه هسا في تلقيح للبذور وشغلات زي هيك. قبل أسبوع تقريبا إجوا عنا وزارة الزراعة وأخذوا من عندي عينات كل البذور الموجودة، يعني البامي، الفكوس، اللوبي، القمح. لما أجيت على البلاد هاي صار لي تقريبا فيها 16 سنة، أخذت بذور من بنت خالتي ست كبيرة الله يرحمها، فهي بطلت تزرع، أخذت من عندها يعني على سبب الشراء، هي ما أعطتني إياها شراء، أعطتني إياها هيك وزرعت في الأرض وظلت محافظ عليها، ظلت هي البذرة هي، يعني ما تغيرت عنا. هسا بتدوروا قاعدين على القمح والشعير البلدي لأنه زي تكون مفقود مش زيها. إحنا زمان كانوا يحكوا له الشعير، بيقولوا الشعير فاشي، القمح فاشي أو القمح الدبية. الفاشي كانوا يزرعوا بالجبال زي هيك، أما الدبية تيجي حبته ناصحة وقصيرة زي العنبر اليوم، بس العنبر لما بتطحنه بلونه بتغير، طعمه بتغير، نفس الإشي البلدي، تلاحظ على البلدي طعمه بتغير. وعندنا احنا تعاونيتنا هنا بتشتغل هالقيت على المفتول للتجارة العادلة لشركة أبو كنعان الفلسطينية، الشركة الفلسطينية بتشتغل عندنا 7.5 طن مفتول مجفف، اشتغلناه السنة من 20/6 بلشنا ولحد اليوم جايتنا حمولة تقريبا 1.5 طن، رايحين ياخذوا 2 طن يستلموا وبيسلمونا 1.5 طن نخلص لآخر الشهر. 7 طن مفتول؟ وين بروح؟ 7.5 طن بيطلع على كندا، على بريطانيا، على برا، بصلهم جهات الصومال. لأنه بنفله، بنهبيه، بننشفه، بنجهزه يعني، باخذه كله حبة وحدة، ولا وحدة حبة أكبر من الثانية. فباخذه عندهم على الشركة على التفريز 4-5 أيام، بعدين ببكتوا وعلمينا دغري للي بده بطلب للدول اللي بتعاملوا معها. شركة كلها؟ شركة كنعان، شركة فلسطينية يعني. اللي رحنا عليها نتعامل معهم برضو على زيت الزيتون العضوي اللي ما حدا برشه، بس اللي بحرط واللي بقصد دير باله عليه. يعني احنا تقريبا تعاونية النساء 18-21 وحدة احنا بنشتغل على الشغل، والنسبة الزيت اللي بلمه من هذا في عنا تجاري عادل، وفي عنا العضوي اللي مرخصين يعني اللي بياخذوا منهم هدول. بلدنا بتتميز في شغلة الزراعة، في شغلة أكثر إشي الزيتون، بعدها بتيجي الخضرة اللي هو القمح والثوم والفكوس. إحنا مضروب فينا مثل بالفكوس دائما، دير بلوط فكوس بامي ثوم. شفتوا مجلة واحدين كان على النت برضو طلعت لها قبل فترة، عملوا برنامج عنا كثير حلو. هسا الفكوس إحنا بنبيعه بتاخدوا منا حسبة رام الله، حسبة سلفيت رام الله، بتاخد أكبر كمية للبامي وللفكوس. وبرضه بنشتغل على التخليل، تصنيع المخللات كلها،
على المقدوس على المخلل الفكوس أكثر إشي، بس موقع بلدنا جاي على 4-5 مستعمرات حوالينا. يعني عندنا ما شاء الله، بس لما تكون عندنا الدنيا شتاء قطعة الأرض هاي الأول البلد بتكون بحر، فكل المستعمرين اللي عندنا بنزلوا بتسبحوا، حتى كنا شاكين إنهم حاطين فيه له نوع من الحيوانات الحشرات اللي بتضر زي السرطانات وشغلات زي هيك، فعملوا عليها فحوصات ولحد الآن ما ردوا لنا الجواب، وشاكين إنهم اليهود حاطين فيها إشي لأنه الأرض تبعتها صارت تتغير، فخايفين إنهم يحطوا لنا إحدى الأدوية إحدى الإشي هيك فيها، هم بيحاولوا إنهم يأخذوا السهل. إحنا لو بنترك السهل سنة من دون زراعة بروا علينا اليهود، بتحفتوا على أساس يأخذوا ويعملوا مطار للجيش تبعهم، فعشان هيك بضلوا 24 ساعة أهل البلد في جوا بفارقوهوش، لا نسوان ولا زلم، بس أكثر إشي مسلم الزراعة اللي هم الستات، رجال ما إلهم دخل. عندنا ستات نحن بحبوش يقعدوا، عندهم حركة فظيعة، يعني هم كل شغل الستات في الأرض، وين بدهم بيشتغلوش برا، موظفة ولا مش موظفة خلاص شغلها بالأرض، تحب أرضها، تحب يعني تشتغل، تحب تشتري إشي من برا كله كيماوية عشان طبيعي على الأرض. يعني أنا بعرف ستات كثير مدرسات موظفات في البنوك ما شاء الله، يعني واضح يعني منيح إلها الوحدة دونمين أرض، بتقول لك ليش أنا أخليها، يعني بتروح بتزرع خضرة إلها، إذا بدهاش تبيع بتاخذ تزرع وخضرة إلها لبيتها. يعني كل ستات الأرض أكثر من الباب؟ آه هاي الحتوية. هل هاي البيئة يعني هاي الثقافة جديدة ولا؟ لا قديمة قديمة، وجيل عن جيل بأخذها. يعني كست أنا عشت برا، شو جابرني أنا أترك الراحة برا وإشي وأجي هنا، بس أنا حسيت هنا شغلهم كثير ممتع، شغلة الأرض هيك وانت تشتغل في الارض فيه راحه نفسيه، عن جد فيها راحه نفسيه، فيها بتحس بجسمك غير، بتغير كل اشي فيها. Thank you.